أهلا بحضراتكم في عالسريع، ونبدأ الأول بهاني شاكر يصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل نهائيا. ده آخر قرار لهاني شاكر النهاردة. هو أصدر قرار، أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات. يعني اللي دلوقتي عايزة تعمل حفلة في فندق، أو يعني تعمل عرس، يعني حفلة جواز، وعايزة تجيب مطرب مهرجانات أو مطربين مهرجانات، الأوتيل هيقول لها لأ. يعني بصراحة خبر صادم صادم. بس أنا السؤال، يعني دي دولة، يعني في ناس طبعا مع القرار ده، أنا شخصيا مش مع القرار ده بصراحة. يعني أنا دولة الأخ الكبير محباش، ما تسيبوا الناس تغني يا جماعة، ما الناس تفرز، ما الناس هي اللي تقول أنا عايزة مهرجان، عايز عبد الوهاب، عايز عمرو دياب، عايز، ما تسيبوا الناس، يعني ما تسيبوا الناس تغني والناس تفرز وتبقى المجتمع هو اللي بيفرز، إنما أنتوا تفرضوا على الناس. وعلى فكرة يا هاني، أنت طبعا أنت بصراحة ملزق تلزيق السنين يعني، لكن حتى لو أصواتهم مفزعة، ده ذوقك أنت، حتى لو أصواته مش عارف إزاي، بس في الآخر القرار ده، السؤال، هيمنع أغاني المهرجانات؟ أتحداك مش هيمنع، وهتبقى كانتشار النار في الهشيم. ويقول لك نحمي التاريخ الفني، أهو نحمي التاريخ الفني لمصر. أمال لو بنت كان عمل إيه؟ طبعا القرار ده هيلقى ترحيب من بعض الناس كارهي المهرجانات، ويقول لك دي أصلها موسيقى قذرة وحوالينا في الشوارع ومالي الدنيا وأصوات مفزعة. أنا موافق، أنا موافق، بس فعلا دي مش طريقة، وإلا يبقى كل واحد بمزاجه هيمنع ويسمح، وده مش حلو. بص بقى، متحدث نقابة الموسيقيين، قرار منع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان، يشمل محمد رمضان. في حد هيقول لي، بس لحظة، بس حد هيقول لي طب ما دي الدولة مسؤوليتها انها تحمي الفن. بس ازاي؟ مش بالبوليس. الدولة مسؤوليتها انها تحمي الفن بانها تعمل فن راقي. يعني زمان مثلا كان المطرب عشان يتسجل في الإذاعة، دي قصة، والإذاعة كانت بتنتج زيها زي شركات الإنتاج اللي كسرت الدنيا. يوم أن تخلت الإذاعة عن مسؤوليتها في القصة دي، انتشرت بقى الدنيا. لكن الدولة تحمي مش بالبوليس، مش بهاني شاكر، مش بواحد من الرقابة كده يروح يلاقي مطرب في الأوتيل يقول له أنت ورقك فين، والتاني يديله 200 جنيه عديه. لا، مش بده. الدولة تحمي بأنها ترعى الفنانين اللي بجد. يعني لما نلاقي حد صوته حلو جداً، لما يعني السادات مثلا هو اللي قال لبليغ حمدي عايزك تلحن حاجة للشيخ النقشبندي. بص السادات يعني ما قالش بقى قرار جمهوري، لا، هو بيحب النقشبندي جدا، والسادات كان سميه على فكرة، وكان من المعجبين بفريد الأطرش، وكان بيغني أغاني فريد الأطرش، فقال له بص النقشبندي صوت، قال له طبعا صوت، بس هو في مشكلة دايما عند المنشدين، ودائما الملحنين الكبار زي حلمي امين مثلا لحن للنقشبندي على فكره. الملحنين المحترفين بيجدوا مشكله عند المنشدين، المنشد بيبقى عايز مساحات هو يلعب فيها كده. الملحن لا، بيبقى حاطط حاجات موازير وظبط ومقامات وبتاع، التاني بقى عايز ايه؟ ساحه يلعب فيها بصوته. ومع ذلك بليغ حمدي لحن للنقشبندي، وحلمي امين لحن للنقشبندي. فالدولة تحمي بأنها تواجه بفن راقي، أو تعتقد أنه راقي يعني، إنما الدولة تقعد بس تقبض على الناس. أدي محمد رمضان أهو كان هيغني في ماتش الأهلي والزمالك، فهو بيقول أهو معادنا يوم 20 فبراير في أبو ظبي استاد القاهرة، حفل افتتاح كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ثقة في الله أقوى سوبر. اهو محمد رمضان ده برضو الناس كتيرة جدا كرهاه ومش طايق وشه، لكنه بيتفتح له الابواب والمجالات وينتجوا له افلام.
تعالى انت بقى عندك كام ممثل موهوب محتاج لفرص او ربع فرص محمد رمضان. فالدولة تحمي بانها تواجه ده، لكن مش انها تقبض عليهم بالبوليس. انما السؤال ليه كاس السوبر المصري يبقى في ابو ظبي؟ البلد المخفنه دي. طيب ماشي، مش عارف يعمل يحمي جمهور. طب ما هو بيعمل عيد الحب بالجمهور، ليه يعمل كاس السوبر المصري في ابو ظبي؟ هو خلاص ابو ظبي بقت العاصمه؟ بيسرقوا تاريخنا؟ الدوله دي بتحمي تاريخنا بالطريقه دي؟ ماتش الاهلي والزمالك في السوبر يتلعب في ابو ظبي في اماره قد كده ملهاش تاريخ؟ ايه قله الادب والسفاله دي؟ طب التاني كان ماتش الزمالك والترجي في السوبر افريقي، افريقي افريقي دولي، لكن ده ماتش السوبر بتاع مصر، بتاع الكره المصريه، الدوري المصري، يتلعب في ابو ظبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وحياه ربنا البلد دي منخفنه، والله العظيم البلد محوله.